صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: كيف نجمع بين قول الله سبحانه قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، وبين القاعدة المعروفة إذا اجتمع الإسلام والإيمان افترقا وإذا افترقا اجتمعا، وهم في هذه الآية قالوا آمنا فقط؟ والله وضحنا هذا، لكن يمكن أنك ما حضرت، ولو أنك طالعت التفسير يمكن تبين لك. هم ادعوا أنهم ادعوا الإيمان الكامل مرتبة لم يصلوا إليها، وهم ما عندهم إلا إيمان ضعيف، توهم في مبدأ الإيمان، توهم في مبدأ الإيمان، وهم ادعوا أنهم تمكنوا من الإيمان، فهذا هو الذي أنكره الله عليهم. نعم.